بحبك يا أسير أول ألبوم بشترك فيه. كل الطريق هاي من وقت ما انضميت للفريق والتسجيل بالستوديو وعزف وترنيم هذا ما كانش إشي أنا توقعت أسويه بحياتي. خلقت في عائلة فنية، أبوي مغني وأخوي ملحن عنده استوديو وأمي كانت معلمة موسيقى. ربيت في هذا البيت اللي كله جو غناني وفن أشياء حلوة. اشتركت بمهرجانات واشتركت بحفلات وغنيت كمان مع أبوي وهيك، بس كان في إشي ناقص يعني، كنت أحس إنه مش هذا هو الطريق اللي أنا لازم أفوت فيه. اكتشفت موهبة العزف والترنيم والتحدي بالنسبة لي في هذا الألبوم هو الوقت عشان يطلع سي دي وعشان نكون فريق فعلا في العروض. هاد بتطلب تكريس والتزام، والعزف والترنيم بالنسبة لي هي تحت نطاق الموهبة، فدمجها مع الشغل باخد كتير وقت. من فترة التجأت لربنا وآمنت فيه وصرت أروح على الكنيسة وأرتل، فهذا الإشي حسسني براحة بسلام داخلي إنه قال لي هذا هو الطريق اللي أنت لازم تفوتي فيه. فحسيت إنه عن جد لازم أعطي صوتي للرب، كرست صوتي للرب وعم بمجد اسمه في كل محل.